سلام بينسى الما وسلام بينسى الما وسلام ما بينسى الما وسلام قصتنا هذه يومية وصف لنا حالة الناس وأحلام حلوة وردية بينسى الما وسلام قصتنا هذه يومية وصف لنا حالة الناس وأحلام حلوة وردية سلمى إنسانة طيبة وكلها ذوق وحنية سلمى إنسانة طيبة وكلها ذوق مشان اتفاق. لا والله بتسوي من وراي بزنس واتفاق. طلع طلع اللي بجبدك طلع كله وانا اللي قاعد اركضلك بديني وريولي هديني خلينا تبارك الرحمن لا اله الا الله لا اله الا الله البضايع وايده ما شاء الله يطري عليك اول يوم كنا صغار نشم ريحه البرتقال شم لكن الحين بضاعه العالم كلها عندنا هذا الشغل هذا الناس اللي يشتغلون صح
شوفي عدل عدل كلامك يا ام راشد. اقول انا الحين لو بغيت لبن العصفور بحصله. سلامه ترى ايش قلنا فيني انت ايش تريدين بالضبط؟ انا زيارتي صار لها عندي يومين طول الطريق وانت جالسه تعدين بصابع دينش. ايش 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 صابع دينش؟ انا بعد على كيفي ايديني وريولي بعد. ها بعدين تشوفه. اقول لك شيء، انا بصراحه ما بهني، ابي اروح مكان ثاني. ايش رايك؟ هاي ونص احنا شباب. يلا يلا سهرين. منو بعد متصل فينا؟ اختي سلمى. مرحبا اختي. لا 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 ان شاء الله بيت وين ما تكونين ان شاء الله. مع السلامه. لا حول قوه الا بالله العلي العظيم. هذه ما تخلي الواحد يتكس شوي يترزق الله يدخل بيزات. اختي عاد شا اسوي؟ صار لنا ان شاء الله. انت منو؟ اسم مالنا مهندران. ما شاء الله ايش هالاسم هذا؟ من وين لقيته بالله؟ ها؟ ما تقولي من وين لقيته؟ انت يا مو مهندم انت، وين ساجن؟ ساجن داخل مكتب مال هو. تو يجي ماما. انا ماما يا جلي الحيل. انا ماما للي ما عندك نظر. انا عمه من عماتي. شوي شوي على الرجال يا سلام. شوي شويه ما علي. لا تلومي، ما عندي نظر، ما عندي نظر. اللي ما يعرفك ما يتمنج. خلاص خلاص ارباب، انت ارباب مالانا. انا يشيل انت سمسم مكتب مال ساجي. ما عش مع هذا يا رهيب يا سلام. والله ما كان بشوف سلامه قدامي. حشا كان بشوف واحدة ثانية قدامي. لا تعجبيني حبيبتي، الأمور تتطلب من عندنا نكون على كل موجة، مرة سريعة ومرة بطيئة، مرة حلوة ومرة مرة، مرة طالعة فوق ومرة نازلة تحت. ايش قلت يا ساجن؟ سلامة انت فاقد مزبوط. انت عارفين سيم سيم نفق كبير داخل هله مالنا. قلت لك انا ساعدك، والمواضيع وايده، الصعب نسويه سهل، والمينون نجيب له واحد عين منه، واذا صاحب نفوذ نجيب له اللي اكبر منه. سلامه انت فاقد مخ كبير. واي ساجن لا تمدعني، لا خفطي عليك. أقول ساجن، الموضوع اللي كلمتك أنا أمس الليل صار عن موضوع الدياي. ما الدجاج، إن شاء الله أنت أما مالنا. ساجن ليش هذا الدجاج مدة مال هو؟ خلاص اسكت. أنا ما خسارة، ما فيك خسارة، بس هذا الدجاج فاجر. خلاص هذا بيزنس، هذا ما في مدة. خلاص هذا بيزنس، أنا أريد فلوس فلوس. بعدين أنت لازم مالون، هذا بلاد مو مالنا. نفر كلام مريض، أنت كلام ما في مريض. أنت نفر كلام ساي، كلام ما في ساي، مالون. الحاجات الخاصة اليوم بيعطوني مخالفة الشرطة. يعجبك لي؟ برايك انت؟ ما يخصني. تعجبي؟ الو ساجن، أنا في الدكان. دكان مالنا؟
ايوه دكان مواد غذائي. انا يعرف ممنوع خلي نفر اجنبي داخل دكان، بس انا في عقل في سياسه، انا خلي نفر عمان سمسم دكان. لكن دكان مالنا فلوس مالنا، هذا نفر بس انا يعطي معاش، بس انت ما في خبر وش يريد. موضوع من شان دقاي، ما في مشكله، انا في سوي ترتيب من شان انت. الحمد لله، صدق صفقة صغيرة لكن مكتبها وايد. اي بعد عمري، هاج حبيبتي مراشد هذه حصتك من الصفقة. مشكورة يا سلامة، مشكورة، ما تقصرين، الحين فهمت معنى الصفقات. شكرا واجد 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 شكرا سلامة. الحين كل عمال يشيل دجاج داخل المخزن، تو انت وكيل مالنا وانا زبون مال انت، وانا اي شيء يريد ترتيب لازم اول كلام من شان انت. سونيس لما قلت لك بساعدك يعني بساعدك، انا لا لف ولا دور ولا كذب. اقول حبيبتي مراشد قومي يا بعد عمري وصليني السوق، وانت اقومها توكلي روحي بيتكم. انتي تامرين امر يا سلام، يلا قومنا. أنا في كلام من شان أنت بزنس خير، خلي سلامة ولي، هذا شغل بزنس جديد، ما في سمسم سلامة. سلامة ما في يعرف، هذا شغل بين أنا وأنت بس. يعني أنت في سوي بزنس من شان أنا، أنا يعطي فلوس فاقد من شان أنت. ها؟ بس ما يساعدونا من شان أنا. أول شيء جيب عنوه. ترى الإنسان يعيش بالحرام عمره ما ينجح. والله لو جمع مال الدنيا كله هذا ما بينجح. تدري ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى بيعاقبه وبيطيح من ذي البعير على راسه، ويا طيحة تكون طيحة. وليش رأيك أنت؟ كلامك عدل يا قفل، أقول يا مفتاح، بر ما بيني وبين حرام. أنا بصراحة ما داري الحرام. أعرفك؟ كل بيزات حلال. حلال. والحمد لله والشكر إن عندي هاي التاكسي 20 ريال في اليوم مال حلال ولا 1000 مال حرام. أحسن لك. العب. الدنيا ضغطة جبتها، والفلوس عمي عينها، المشكلة المشكلة انها ما تسمع النصيحة. النصيحة عندها ببلاش. ايه ببلاش. حسدوني حسدوني يا اخيتي ام راشد على كم من بيزة دخلت جيبي. قول الحمد لله، قول الحمد لله يا سلامة. زين الحقت بالاغراض ما يتفيج. مشكورة يا بعد عمري يا مراشد، ما قصرتي يا أخيتي، من اللي غيرك بهالدنيا. تصدقين عاد كنت أروح في شربة ماء. أخذ العصير، عصير برتقال بارد. أنا ما أحب البرتقال، يسوي لي حساسية. أبي مانجا. ما عندنا مانجا، عندنا همبا. نعم حبيبتي. لا يا عيوني، أنا الله هاديني من زمان. شنهو؟ 120 ريال حبيبتي، هذا رزقتي يا عمري، حزتني عليهم بعد.
شوفت عينك يا ام راشد، 72 ريال راحوا طاحوا من العربانه وتكسروا وتكسرت العربانه. سعيد؟ ها انت هني؟ لا انا برا، اللي يكلمك شبحي. انت وين مخك اليوم؟ حقك علي، انا هالايام مخي صاير مع سلامه. يعني صايرين توأم؟ ما عطتني فلوس وتبى تسوي غدا يوم الخميس، بس المصيبه ان ما تدفع سلامه بخيله، شو اسوي؟ تركي عنك هالحكي الحين وسمعيني عدل. شوفي ام راشد، جايتني صفقة واير معطوبة بمليون ريال ونسبتي منها 50,000 ريال. ها عاد يا سلامة، أنا عاد صديقتش حبيبتش، عاد لا تنسيني، لا تنسي نصيبي من الصفقة. شنو؟ وحاضر، أنت تامرين أمر يا ام راشد، أعطيك بعد عمري. أفا عليك يا سلام، عليش يا سلام، صرتي بزنس وومن. وي وي، سمعي سمعي قبل لا أنسى، أنا يوم الخميس عازمة رفيجاتي، عزمتهم على الغداء. إيه وبيجتين بعد، والحين عقب ما صك التليفون أتصل بسعيد يجيب لنا الغداء من برا. شنو؟ إيه عيوني طالبته من برا. يلا مع السلامة. ولهذا السبب أنا بشتري لها غدا على قد فلوسها. مو غلط، ما دام هي عطتك فلوس محددة بقى أنك تشتري لها طلبات محددة. والله انت يا سلامة، تخطيطاتك هذه بتوديني لشيء ما يتوقع العقل. شوفي حبيبتي ام راشد، تدرين منو انا عازمه؟ من يعني؟ عازمه زوجات عوامير، تجار كبار كبار، مو مثل حظ الردي، حظك وحظي قطيع على حظ الردي هذا. شوفي يا حبيبتي، انا قررت، قررتي واصريت، اصريتي اني انا اكون من الناس اللي هاي 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 هاي. حبيبتي سلامة، انت وراش طريق طويل، ليش مستعجلة؟ الفوق والهاي هاي يبي لهم قلب قوي، نفس عميق. مخزي مخزي، خليني اروح استقبل زوجة اكبر تاجر في البلد. والله ما ندري وين بنوصل بتخطيطاتك يا سلامة، الناس بحالة وانت بحالة. تفضلي. هلا وغلا، الساعة المباركة يا بعد عمري. انا عدلك، انا تفضلي اخرجي، تفضلي بعد عمري، تفضلي ابركها من ساعة. الساعة المباركة. لا لا انا مو صدقة، مو صدقة انك جايتني، جايتك هاي على راسي مو فوق. يا بعد عمري يا خالد. مشكورة يا سلامة، مشكورة، يا ليت لو تكونين معانا بعزيمة راس السنة. يا بعد عمري، يا بعد عمري يا ام خالد، انت كلك خير وبركة، ما قصرتي يا العزيزة الغالية. عزيمة مصلحة، اشكره، عيني عينك، كل شيء واضح مثل عين الشمس. تبون تصيرون رعيات مهنة؟ وتبون تنافسون الرجال بعد في البزنس والحياة والعلاقات والمسؤولية؟ يا حبيباتي لازم نشتغل بهالشكل هذا، ولا نقعد في البيت ونطم عمرنا فيه ونسكت عن حقوقنا. أمرش عقيب يا سلامة، أنا بستأذن، مع السلامة. الله يسلمك يا حبيبتي يا ام راشد، كلهم طاحوا بالفخ، الفخ اللي أنا خليته لهم وربطتهم من رقابهم. ما
عند الباب، من يدق الباب؟ يلحق علي، يلحق علي يا سيد. انتي شو جايبنك نص الليل؟ شو تبغين؟ بطني عورني. إذا يوم بطنك عورك ما صرت المستشفى، هذا مو مستشفى، هذا بيت سعيد بن جوهر. أدري بيت سعيد، بس أنا بعرف من وين شريت الأكل. الأكل اشتريته من مطعم ليباري، راجل لي. شنو؟ يا ربي يا ربي بطني. قولي يا عمي، قولي يا سيدي، أنا طيب من قبل ما أموت. إن شاء الله تكملك يا رب العالمين. أقول إن شاء الله الله يخليك. أنا ساري بن مفتاح الله. أي هاي دكتور، طمني على سلامة. هي بس كويسة، بس عندها شوية مضاعفات حادة. عطيتوها عصير صح؟ قصي كابتشينو وشي؟ هي عندها شوية مرض بسيط، ما تقلقش. زين، ممكن أشوفها؟ هي داخل ومعها دكتورة منى، تفضل. إن شاء الله. مشكور يا دكتور. سلامات يا سلامة. الله يسلمك يا سيد، بغيت تذبحني. أنا بغيت أذبحك؟ إيه، من أكل أمس بغيت أموت. لا حول قوة إلا بالله، ترى يبنالك من هذا المطعم الزين، مطعم ريال طيب، اسمه الراجل إلي. عسى ما شريت لي من المطعم اللي في فريجنا. هو بارك الله فيك، هو هذا المطعم اللي قلت. وليش ما تشيلي اشوف وجهك؟ لا، الدكتورة قالت لي لا تشيلينه من وجهك ابدا. اي متى بتشيلينه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ايش حكطقني؟ انا مش الا الله والعالم، انت مش الا يا سيد. انا بوريك يا ماتشلو، ان ما ذبحتك انا ما اكون سلامه. ماتشلو هو هذا مدرب المنتخب عمان؟ ما يعجب.
المو سلامة، ما بنسى المو سلامة، ما بنسى المو سلامة، ما بنسى المو سلامة.